انا عايز يعني اوضح الصوره بشكل اكبر لحضراتكم من خلال المداخله الهامه جدا مع زميلنا العزيز ادهم ندهم رئيس القناه الاهلي عشان يقول لنا كل الامور وكواليس تدريبات اليوم. يا ادهم مساء الخير عليك. برحب بيك زميلي العزيز امير هشام، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي قناه نادينا الحبيب قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا ادهم، ايه الجديد عندك؟ طمنا. النهارده نقدر نقول العنوان هو يوم في حب ودعم ومسانده النادي الاهلي. النهارده كان موجود في التمرين النجم دفاع النادي الاهلي سعد سمير. تمام. مصاب طبعا، النهارده جه يدعم زملائه، لا سيما وان النادي الاهلي مقبل على مباريات هامه طنطا والمباراه الهامه مع النجم الساحلي في دوري ابطال افريقيا، وقد ايه اللقطه دي كانت مفيده وجميله بالنسبه للاعبي النادي الاهلي، دعم ومسانده ومؤازره. ولان النادي الاهلي محتاج كل لعيبته سواء اللعيبه الاساسيه المشاركه او اللعيبه المصابين يتالفوا ويبقوا وحده واحده مع المباريات الهامه المقبل عليها النادي الاهلي. كويس. المشهد الثاني هو حابب ان انا اطمن جماهير النادي الاهلي على الثلاثي المهم جدا، طبعا الكابتانو حسام عاشور وحسين الشحات ومحمود وحيد، جاهزيه فنيه وبدنيه عاليه جدا، ادوا مران اكثر من رائع. بيشاركوا في التدريبات الجماعيه يا ادهم؟ تمام كده، هم في التدريبات الجماعيه الثلاثه، حسام عاشور وحسين الشحات ومحمود وحيد. بالظبط كده. اذا هم جاهزين لمباراه الغد ان شاء الله. تمام، كويس، حلو قوي. فيما يتعلق بقفشه، بقفشه النهارده برضو كان موجود في التمرين النهارده، وبطمن جماهير النادي الاهلي عليه. قفشه موجود. موجود. تمام. شريف اكرامي كذلك طبعا في التدريبات الجماعيه. شريف اكرامي موجود، ورمضان صبح النهارده قال برضه بطمن جماهير النادي الاهلي العوده ان شاء الله هتكون سريعه خطوه بخطوه، كان النهارده في جري خفيف حوالين الملعب. كويس. ولكن ملاحظ ان في جاهزيه فنيه بتيجي مع الوقت، وبطمن جماهير النادي الاهلي ان شاء الله عوده نجمنا رمضان صبحي هتكون عوده قريبه جدا. طيب فيما يتعلق باليو ديانج، هو طبعا موقوف عن مباراه الغد، مش مسموح له ان هو يشارك، لكن عايز اطمن على اصابته، هل اليو ديانج اخباره ايه، جاهز ولا مش جاهز؟ لا، اليو ديانج النهارده كان في التمرين النهارده موجود، وادى تدريبات خفيفه بالكره النهارده، كان موجود مع اللاعبين. بس يعني الجهاز الفني ما كانش حابب ان هو يزود الحمل عليه تدريبات، لان هو مش في حسابات مباراه الغد يعني. بالظبط. لكن حالته مطمئنه. نعم، حالته مطمئنه يا ادهم. حالته مطمئنه جدا. كويس كويس، يعني ممكن يكون متاح بالنسبه للنادي الاهلي بدايه مباراه المقاولين باذن الله تعالى. فيما يتعلق بوليد سليمان، النهارده ما كانش موجود النهارده في التدريب. حصل على راحه، ولكن بطمن جماهير النادي الاهلي عليه ان شاء الله باذن الله هيكون موجود باذن الله في الفتره المقبله نجمنا وليد سليمان اكيد. تمام، هل في أي أمور أخرى تحب تضيفها يا أدهم بخصوص مران اليوم؟ بالنسبة لريني فايلر طبعا كان في محاضرة النهاردة مهمة جدا، أكد فيها ريني فايلر على إن لعيبة النادي الأهلي مسؤولة، طبعا مسؤولية كبيرة أمام جماهير النادي الأهلي في استمرار نغمة الانتصارات إن شاء الله العفش المنفرد على قمة الدوري العام إن شاء الله بإذن الله. يا أدهم أنا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز أدهم ندم رئيس القناة الأهلي.